هل تمطر السماء ماء النار على الأرض؟ ستيفن هوكينج عالم الفيزياء الكبير جدا اتكلم كلام خطير وكلام مفزع، إنه قرارات الرئيس الأمريكي ترامب اللي خاصة بالمناخ قرارات كارثية. ورأي عالم الفيزياء ستيفن هوكينج إنه ترامب بانسحابه من اتفاقية المناخ اللي هي اتفاقية باريس للمناخ هيؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض، وإن الحياة هتكون على هذا الكوكب مستحيلة. ستيفن هوكينج بيقول إنه درجة حرارة الأرض مش بقى 30 درجة و40 درجة و50 درجة، إنما هتصل إلى 250 درجة مئوية. تخيل لما تقول إن الجو حر، يعني عدت ال40 مفيش قدرة على الاحتمال بدون تكييف او مراوح او انك تقعد في البيت او تقعد في الظل. انما تخيل بقى درجه الحراره 100، طيب 200، طيب 250، يعني نهايه هذا الكوكب ونهايه الحياه على الارض. ستيفن هوكينج بيقول انه خروج ترامب من اتفاقيه باريس للمناخ هتؤدي الى ارتفاع درجه الحراره الى 250 درجه مئويه، وإن كوكبنا هيبقى زي كوكب الزهرة، بعد كده مفيش حياة في هذا الكوكب. وبعدين بيقول سيناريو مفزع إن السماء هتمطر حمض الكبريتيك. فتخيل بقى إن السماء تمطر حمض الكبريتيك ودرجة الحرارة تكون 250 درجة مئوية، وكوكبنا دخل على سكة كوكب الزهرة. إذا بيتكلم عالم الفيزياء الشهير ستيفن هوكينج صاحب تاريخ موجز الزمن إنه إن إحنا ممكن نكون إزاء خريف الحياة على كوكب الأرض، وإن الحل الوحيد هو الانتقال فورا إلى كوكب آخر لإنقاذ ما بقي من البشر. إذا لأول مرة ستيفن هوكينج يحمل ترامب مباشرة مسؤولية إنهاء الحياة على هذا الكوكب، وأنه لابد من البحث عن كوكب جديد للحياة.